مشكلة جديدة من مشكلات مسدس الدهانات، وهي خروج اللوم من المنطقة دي. في ناس وهي شغالة اللوم بيسقط منها من المنطقة دي. تابعني للنهاية علشان تعرف حل المشكلة دي ايه. السلام عليكم، احمد صبحي. مبدئيا وقبل اي حاجة بعتذر عن غيابي الفترة اللي فاتت، لكن من دلوقتي ان شاء الله مش هنوقف الفيديوهات. زي ما قلت في بداية الفيديو، في ناس كتير بتشتكي من مشكلة ان المسدس بيخرج لوم من المنطقة دي، من عند الابرة من هنا، يجي يضغط على الزينات وهو شغال تلاقي اللوم بيسقط معاه من المنطقة دي تلاقي اللوم بيسقط معاه. الحل بسيط جدا ومش مكلف، تعالوا نشوفه مع بعض. البداية شباب تعالوا نشوف المشكلة عاملة مع بعض عشان يبقى الكلام موضح اكتر من كده. ده المسدس اللي فيه المشكلة. هنجيب شوية تنر بس كده نعمل تجربة. اول ما بضغط على الزينات شايفين اللوم بيسقط منين، التنر بينزل منين. طبعا عشان التنر خفيف فبينزل بسرعة، شايفين. دي طبعا مشكلة كبيرة بتقابل صناعية كتير، بسببها بيبقوش عارفين الحل ايه، وهو الحل بسيط جدا، وبسبب المشكلة دي بيرموا المسدس. انا مش هوقف الفيديو علشان محدش يقول ان انا غيرت المسدس او عملت فيه اي حاجة. احنا مع بعض اهو. كل اللي بنعمله يا شباب بنفك الابرة دي. زي ما انتوا شايفين كده بنطلع الابره دي بتاعت المسدس. بعدين بنفك الزينات ده علشان نعرف بس نشتغل. اولا سبب المشكله ايه؟ شايفين الصاموله دي يا شباب؟ الصامولة دي وراها جوان، وراها هنا جوان، هو اللي بيحوش البوية ما يخلاش تنزل من المنطقة دي. الجوان ده غالبا مع الاستخدام الكتير، مع كتر الاستخدام الكتير للمسدس بيوسع، فبيخلي البوية تعدي منه. اللي بنعمله ايه؟ بنفك الابرة دي، نفك الصامولة دي، قصدي دي. الحل بقى ايه؟ بنروح عند اي حد بتاع حدايد نجيب من عنده اولسي زي ده. شايفين الاولسي ده يا جماعه؟ اولسي، الاولسي ده موجود عند اي حد بتاع حدايد، بديل للجوان كده. بنروح نجيبه، بناخد الابره دي معانا واحنا رايحين نجيبه علشان نجيب على المقاس بتاعها بالظبط، بس نجيبه محكوم كده، يكون داخل في الابره محكوم كده عشان ما يهربش اي دهان في المسدس. هو الحل في الابره، في الاولسي ده. حاجة بسيطة جدا ومش مكلفة. الأولسي ده سعره بالمصري 1 جنيه، يعني تكلفة لا تذكر. يعني هنجمع المسدس مع بعض تاني. أول حاجة بنعملها علشان نركب الأولسي ده مظبوط وما يلفش مننا جوه، بنركب الإبرة، وبعدين الصامولة دي بعديها، بعدين نجيب الأولسي. نركب 2 يا جماعة، منركبش 1. طبعا مش هيفرق اللون، اسود احمر اخضر ايا كان اللون مش هيفرق، هو كله زي بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. كده الاولسي نتأكد ان هو يركب مظبوط في مكانه وما ينتنيش مننا جوه، ونبدأ نربط الصامولة دي. طبعا هنجمد عليها. نركب الزناد.
نجرب بالتنور تاني. شايفين يا شباب؟ مفيش اي تنور بينزل. شايفين كده؟ المشكلة اتحلت نهائيا وبدون اي تكاليف. كده بقى انا خلصت. يا رب اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.